يعني بعد ما شفنا مع حضرتك طبعا مشروع جنة 2 وجنة 1، خلينا نتكلم اكتر ايه المدن الجديدة اللي جاية الفترة الجاية؟ هو طبعا الشيخ زايد منها زادت الضعف، من 8000 فدان بقت مساحتها 21000 فدان. احنا بنصمم دلوقتي في التخطيط في المخطط بتاعنا ان احنا ال 10000 فدان اللي انضافوا علينا في التوسعات الشمالية، الحقيقة بنعملهم من مدن الجيل الرابع. المدينة هنا من الجيل الثاني، لكن هنبقى عندنا نص المدينة من مدن الجيل الرابع، ونحاول نحول المدينة القديمة على انها برضو تواكب كمان مدن الجيل الرابع فيها. طب خلينا نقول كده ايه، يعني احنا عندنا تصريح مهم جدا او خبر مهم جدا النهاردة في حلقتنا كمان للمشاهدين. احنا عندنا جنة 1، جنة 2، وعندنا كمان جنة 3 و 4 و 5، صح كده؟ تمام. هو الحقيقة طبعا نتيجة الطلب على مشروع جنة، انا قلت لحضرتك ان جنة 1 هي اللي كانت اتطرحت، ودي خلصت في زمن في ثلث ساعة، فكان توجه وزارة الإسكان الحقيقة، وبنشكر معالي وزير الإسكان بالمناسبة لأنه راح أمر إن احنا نتوسع في مشروع جنة هنا عشان نقدر ندي طلبات كل الناس اللي تقدمت عندنا. فالحقيقة عملنا جنة 2 اللي احنا موجودين فيها دي، ودي حوالي 2800 وحدة. الحقيقة احنا عملنا كمان جنة 4 في نفس المكان هنا، وده 800 وحدة موجودة، وعملنا جنة 5 برضو قريب من المكان بتاعنا جوه التوسعات هنا، يمكن مكان متميز، موجودة بحوالي 22 عمارة، يعني حوالي 600 وحدة سكنية. ودول يمكن هم هيتروحوا قريب جدا يمكن خلال الشهر دوت، لأنهم برضو عمارات جاهزة زي ديت، يمكن ناقصلهم بس توصيل المرافق وتنسيق الموقع اللي بنعمله في الاخر، لكن كمان عمارات قائمه. نقول للناس ان هي تعرف الطرح امتى اونلاين، صح كده؟ ان شاء الله. يعني يمكن هينزل الاعلان، لان احنا بننزل اعلان مجمع مع وزاره الاسكان على كل المدن في وقت واحد. هيبقى عندنا كمان جنه 3، وده 80 عماره موجودين دي في التوسعات. يمكن احنا برضو قلنا نروح نبقى مبادره دايما من الدوله ومن الحكومه انها تخش الارض الصحراويه انها تبتدي تعمر فيها، فده بتشجع المستثمرين اللي حوالينا ان هم يبتدوا يبنوا. ففعلا الحقيقه احنا كانت مبادره مننا ان احنا دخلنا على طول بنينا العمارات ديت، فبدانا نعمل الحياه تدب في منطقه صحراويه. صحيح. يمكن على كيلو 48 في طريق مصر اسكندريه. بعيدا عن مشروع جنه، انا حابه حضرتك برضو تكلمنا على المبادرات اللي انتوا بتقوموا بيها في الشيخ زايد. انا فرصه في برنامج حضرتك اشكر المجتمع المدني الموجود في زايد، والحقيقه انا يعني يمكن خدمت او شرفت بالخدمه في كذا مدينه من المدن. الحقيقه مواطني الشيخ زايد مواطني انا بعتبرهم متميزين جدا، وثقافتهم عاليه قوي، ان هم كمان بيساعدونا وبيساعدوا الدوله في عمل كل المبادرات دي. ولولا المجتمع المدني بالمبادرات اللي هو قام بيها واحنا دعمناه فيها، اللي هو يعني احنا الحقيقه نجحنا بيه. فانا بشكرهم في برنامج حضرتك، يعني فرصه ليهم. احنا عندنا مجموعه مبادرات الحقيقه بنعملها. يمكن احنا في الاول كنا بنبتدي نحارب التسول في المدينه ونحارب الباعه الجائلين، عشان احنا عندنا اسواق وعندنا اماكن ومش ضامنين ان هم بيشتغلوا ازاي. الحقيقه ما كناش بننجح قوي في ان احنا، لان بيبقى يعني تقريبا كر وفر بيننا. لما المجتمع المدني قام بمبادره اللي هي ليله التسول وتكون زايد خاليه من الباعه الجائلين، الحقيقه نجحنا بنسبه كبيره جدا. احنا بقالنا يعني حوالي 3 شهور في المبادره دي. الحقيقه المبادره دي انا شايف فيها نجاح عالي قوي، وسبب فيها ان المجتمع المدني نزل في الشارع وبدا يكلم الناس ويكلم المواطن نفسه اللي بيدفع. فبقينا بدانا نقول اتجاه تاني، بدل ما نهاجم المتسول احنا لا، احنا نوعي المواطن بتاعنا، نقول له تعالى المتسول ده لما انت بتديله انت بتشجعه ان هو يقف اكتر، بتشجعه ان هو ممكن يعمل اعمال مش كويسه لينا. لو في طفل انت بقى معرض انه يتخطف، لان احنا بنشوف معاهم اطفال ما بنعرفش هويتهم ايه. المجتمع المدني لما نزل الحقيقه بدا يوجه المواطنين على كده، بدا يسال المتسولين كمان. اكتشفنا ان معظم المتسولين الموجودين عندنا مش من اهل زايد. صحيح. بيجوا لنا يمكن في مجموعات كبيره من بره. والحقيقه بدا المجتمع المدني يوعي الناس، فبدات الناس فعلا توع. المستثمرين الحقيقه عندنا علقوا يفط كتير جدا للتسول ولا للباعه الجائلين. فالمبادره الحقيقه يعني يمكن يعني بعد لقائي مع حضرتك كمان تظهر نتائجها اكتر بوعي يعني المواطن. احنا بنتمنى وبنوعي الناس برضه من خلال البرنامج ان شاء الله.
يعني، وبنحاول نساعد حضرتك وننقل لهم كمان مشروع ضخم ومهم زي جنة زايد، وإن شاء الله نتابع مع حضرتك زايد 4 و3 و5 صح كده؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وبنرحب بيكم دايما في مدينة الشيخ زايد، ودايما دايما موصلين كل مطالبنا وأصواتنا معاكم يعني. مهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنا بشكر حضرتك جدا على الجولة المهمة اللي حضرتك أفدتنا بيها النهاردة طبعا، وأفدت المشاهدين، وإن شاء الله نتابع معاكم كل تطور بيحصل في المدينة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر ضيوفك.